مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مركز إدراك للدراسات السيد باسل حفار. أهلا بكم سيد باسل. بداية، رغم العقبات التي كانت مطروحة خلال الأشهر الماضية، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إن الأطراف السورية توصلت لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية. كيف تمت التسوية؟ مرحبا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة كانت هناك عوائق يمكن تشخيصها بثلاث أمور. الأمر الأول هو بعض الأسماء كان هناك اختلاف عليها، وتحديدا تم رصد أو تم تقليصها لستة أسماء. ثم كان هناك خلاف على آلية اتخاذ القرار داخل هذه اللجنة الهيئة الدستورية، كيف يتم اتخاذ القرار. وكان هناك أمر ثالث يتعلق بآلية إقرار أو يتعلق بشرعية هذه اللجنة. كان هناك خلاف على أين تجتمع هذه اللجنة ومن أين تستمد شرعيتها، والقرارات التي تخرج بها من سوف يعطيها الشرعية. خلال الفترة الماضية تم تمهيد أو تجاوز هذه العقبات واحدة والأخرى، وصولا إلى مشكلة الأسماء التي بقيت حتى النهاية قبل أيام. وبضغط من روسيا وافق النظام أو تنازل النظام عن اعتراضه عن بعض الأسماء، وفي المقابل أيضا تنازلت الأمم المتحدة عن اعتراضها على اسم أو اثنين في اللجنة. وتم الاتفاق على الشكل النهائي لهذه اللجنة. المفترض خلال الأيام المقبلة أن يتم يعني كيف برأيك كيف ستؤثر هذه الخطوة على تطورات المشهد السوري وتموضع القوى الفاعلة كذلك على الأرض السورية؟ يعني للأسف بسبب التأخير الشديد في تشكيل هذه الخطوة وبسبب تجاهل خطوات أخرى إذ لا يمكن الحديث عن يعني هي جزء من الحل السياسي. بالتأكيد مسألة تعديل الدستور أو تشكيل الدستور هي جزء من حل، لكن في مقابل إهمال أشياء أخرى كثيرة مثل النظام ومصير النظام والأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية ومن الأشياء. وبالتالي هذه الخطوة إلى الآن لا يبدو أن تكون لها انعكاسات كبيرة أو انعكاسات عملية مهمة على الواقع الميداني وعلى واقع القوى في سوريا. يعني يبدو أن الأمور ذاهبة للحل، لكن ألا ترى أن القصف المستمر على إدلب لا يفسح المجال لحل نهائي؟ وهل يمكن كذلك أن يخرج قرار اليوم من مجلس الأمن لوقف الهجمات على إدلب؟ أبدأ من سؤالك الثاني. بالنسبة لوقف الهجمات على إدلب، روسيا سبقت هذا الأمر بفيتو أساسا، قال أنها ستستخدم الفيتو. ثانيا، هناك ميل لدى الأطراف الضامنة في إستانا وسوسي أن قرارات وقف إطلاق النار وغيرها تخرج من اجتماعاتها هي وليس من اجتماعات مجلس الأمن. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، بالنسبة للضرب على إدلب وغيرها والحل السياسي، هي هذا بالتأكيد هذه الهجمات هي تقلص من فرص وجود أي حل، وتفرغ أيضا الحلول الممكنة، حتى الحلول التي يمكن أن تطرح أو يتم عملها تفرغها من محتواها أو من فائدتها. لأن الحاضنة الشعبية والسوريين لم يعودوا ينظرون إلى هذه الحلول على أنها حلول، طالما أنها لا توقف القصف ولا تردع النظام وحلفائه عن إيقاع المزيد من الضحايا. طيب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح إعادة توطين 3 ملايين لاجئ سوري في المنطقة الآمنة بسوريا. إلى أي مدى ترى أن الظروف سامحة لتنفيذ هذا المقترح؟ هو المقترح بالحقيقة يعني أكثر، ليس مجرد مقترح، هو مطلب دولي الآن. يعني سواء في المنطقة نفسها اللبنانيون العراقيون الأردنيون وغيرهم، أو في دول أوروبا في دول العالم الآخر، هناك العديد من الدول تضغط على الأتراك أو على الروس وعلى الأمم المتحدة في سبيل إعادة استقرار ولو إلى جزء من سوريا، حتى يتم إعادة توطين اللاجئين أو إعادة اللاجئين الذي تمركزوا في هذه المناطق. نعم، السيد باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات، شكرا جزيلا لك.